حياكم الله ويا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذه التغطية الخاصة والمباشرة والحصرية في مهرجان المرفا للرياضات المائية في الموسم السابع. طبعا مهرجان المرفا للرياضات المائية مثل ما شفتوا من شوي تم افتتاح هذا المهرجان بالألعاب النارية، حضرنا معاكم عبر الهواء بثا مباشر عبر قناتكم بينونة. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا المهرجان يقام بتوجيهات سامية من سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأيضا بمشاركة نادي الغربية الرياضي. نحن نشكر كل الجهات الحكومية والشركات وكل من دعم وشارك في هذا المهرجان اللي يعكس مدى ترابط الرياضات القديمة، رياضات التراث بالرياضات الحديثة. طبعا الرياضات التراثية تطورت على ما تشوفونها اليوم، واليوم بدأ سباق التفريس. نحن نبارك لكل من فاز، نقول لهم ألف مبروك على الفوز في أول سباقات في مهرجان المرفا للرياضات المائية. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن بنتواجد معاكم طيلة أيام المهرجان إن شاء الله، وبننقل لكم هذه الأجواء الاحتفالية من قلب الحدث من إمارتنا الغالية أبوظبي، وبالتحديد في المنطقة الغربية في مدينة المرفا. ننتقل لزميلنا عيسى الكعبي اللي بيتواجد معنا في أرجاء المهرجان طيلة أيام المهرجان. لك الكلمة يا عيسى، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور زميلي عبد الله الكربي، شاكر لك. بداية أحب أمسي على السادة المشاهدين والسادة المتواجدين اللي حاليا قاعدين يشوفونا عبر هذه الشاشات الكبيرة في المهرجان. طبعا هذا المهرجان اللي انطلق اليوم، وقبل شوي شفنا الاحتفالية الكبيرة في بداية المهرجان. وغير كذي طبعا التواجد هني ما شاء الله كثير، والأجواء جدا طيبة. قبل بعد شوي إن شاء الله بقوم بجولة بسيطة في أجواء المهرجان، وبنعرف آراء الزوار المتواجدين في المهرجان. طبعا هذا المهرجان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. بس أبو حميد أبغي أسألك سؤال، ما أدري إذا صورت سناب شات ولا لا، الأشياء اللي صارت قبل شوي. أكيد يلا أكيد. عندك الكاميرا يا ابو حميد، وان شاء الله برجع لك. هذه الاجواء تجبرنا على التصوير، وتجبرنا اجواء فرحه الحمد لله تعم المنطقه الغربيه، ويعلى ان شاء الله دائمه في ظل حكومتنا الرشيده. طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم في اول يوم في مهرجان الغربيه للرياضات المائيه اللي بدا تاريخ 23 ومستمر حتى 2 يوليو 2015. نتمنى لهم التوفيق، ونشكر اللجنة المنظمة على هذا المهرجان الأكثر من رائع. طبعا اليوم العصر زار مهرجان الغربية للرياضات المائية سمو الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وافتتح هذا المهرجان. خلونا نشوفها في هذا التقرير، واطلع على الكثير من الفعاليات، وأكيد بتشوفونها من خلال هذا التقرير. خلونا نشوف ونرجع بعد نتواصل. كعادته دائما حرص الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان على التواجد في مهرجان الغربية للرياضات المائية، كونه أحد المؤسسين لرياضة الكايت سيرف في الدولة والداعم الرئيسي لهذه الرياضة التي حققت نجاح كبير في مهرجان الغربية، وأصبح لها جمهور كبير من أبناء المنطقة. الحمد لله تم افتتاح مهرجان الغربية للرياضات المائية النسخة السابعة. ما شاء الله الجو ممتاز. أبشركم المهرجان استوى أكبر سنة بعد سنة، المشاركين أكثر، الجوائز أكبر، ونحن الحمد لله يعني فضل الله دعم الشيوخ يعني ما قصروا في شيء لدعم هذا المهرجان ونجاحه.
ما شاء الله شبابنا يعني يرفعون الراس، عددهم يكبر، مهاراتهم تزيد، فما شاء الله يعني طموحي انهم يوصلون للعالميه ان شاء الله. وتفقد الشيخ احمد بن حمدان الاجنحه والاقسام المتواجده في موقع مهرجان الغربيه، حيث زار جناح مرور المنطقه الغربيه، كما زار السوق الشعبي المقام على هامش المهرجان، وحرص على التواجد مع زوار وضيوف المهرجان داخل خيمه الضيافه. طبعاً مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا هذه جولة سمو الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان في أرجاء المهرجان، وطبعاً رافقه السيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام مهرجان الغربية للرياضات المائية 2015. نرحب في هذه اللحظات ونتشرف بحضور السيد عبيد خلفان المزروعي مدير عفوا مهرجان الغربية للرياضات المائية الذي يقام في مدينة المرفأ. مساك الله بالخير يا ابو محمد. مساك بالنور استاذ، مرحبا يا عبد الله. في البداية الف مبروك على هذا المهرجان، واليوم حضرنا اجواء بامانة فرحة، ومثل ما شفت قبل شوي ابتدى الالعاب النارية. نعم، نقول لكم الف مبروك. الله يبارك لك. بارك حياتك ان شاء الله. ابو محمد، بأمانة جهود جبارة شفناها لتنظيم هذا المهرجان اللي بيبدا تاريخ 23 وبينتهي 2/5. لو تخبرنا شو فعاليات، شو الشيء الرئيسي اللي قام عليه هذا المهرجان؟ طبعا المهرجان هذا دورته السابعة. نعم. المهرجان كانت أول انطلاقة له في 2009. طبعا في تعاون كبير من جهات عدة في اللي دعمتنا فيها المهرجان، على سبيل المثال عندنا نادي الغربي الرياضي، نادي أبو ظبي للشرع والإخوت، نادي أبو ظبي البحري، بلدية المنطقة الغربية، كثير من الجهات، مديرية الشرطة في المنطقة الغربية، دفاع مدني، الكل ساهم في نجاح هذا المهرجان ولله الحمد. مهرجان اليوم مزيج من فعاليات تراثية وفعاليات عالمية. على سبيل المثال في الفعاليات التراثية عندنا سباقات تراثية، عندنا 5 سباقات بالإضافة إلى العروض التراثية اللي تشوفها أنت في أرض المهرجان. على مستوى السباقات العالمية عندنا مسابقة زحلق الشراعي اللي يسمونها كايت سيرف، مسابقة الريغاتا اللي هي الشراع الحديد، طبعا عندهم 5 فئات راح يبدون إن شاء الله غدا. كثير من الفعاليات، يمكن اقول لك اكثر من 15 فعاليه في مهرجان المرفأ او مهرجان الغربيه والرياضات المائيه في مدينه المرفأ. هذا بالاضافه الى الالعاب الشاطئيه مثل كره القدم الشاطئيه، الطائر الشاطئيه، والسباحه وغيرها من الفعاليات. عبيد، نحن ودنا ان نطول معاك لكن الرجال انت مشغول وعندك شغلك، واكيد بتاخذ لك لفه قبل ختام هذا. جزاكم الله خير ومشكورين يا عبد الله على تواجدكم وحضوركم وتغطيتكم مهرجان غربي الرياضات المائية. الله يطول عمرك. كلمة أخيرة حابة توجهها للمشاركين أو للزوار أو لكل من حاب أن يزور مهرجان الغربية. طبعا أنا أشكر جميع الجهات الداعمة والراعية. نعم. اللي رعونا في مهرجان غربي الرياضات المائية، وأشكر جميع من ساهم في نجاح هذا المشروع، وهي دعوة من خلال تلفزيون بينونة أنهم يجونا في مهرجان الغربي الرياضات المائية بدورة السابعة في مدينة المرفأ، وإن شاء الله يشوفون ويرضيهم ويعيشون الاجواء الطيبه ان شاء الله. بيض الله ويوكم، كفيتوا ووفيتوا يا عبيد. ويك ابيض عبد الله. طبعا يسعدني ان ارحب ضيفي اليوم في الاستديو السيد سيف بن احمد المزروعي مدير عام نادي الغربيه الرياضي. مساك الله بالخير يا ابو. مساء النور والسرور. البدايه نيابه عن مجلس اداره نادي الغربيه الرياضي اتقدم بالشكر
الى قيادتنا الرشيد على دعمه اللامحدود لجميع الفعاليات التي تقام بالمنطقه الغربيه. والله نحن مسرورين لتواجد الزوار بالاعداد الهائله اللي طلعت في البرنامج، وندل فن يدل على احترافيه التنظيم اللي اصبحت علامه فارغه للمهرجان. نعم. سيف، انتم بديتوا ما شاء الله من قبل المهرجان بفتره. صحيح. قبل المهرجان تقريبا بكم بديتوا؟ نحن بدينا تقريبا بدايه شهر 4، قمنا بتجهيز الموقع وبناء الخيام وعقد الاجتماعات مع الشركات الداعمه وتوفير لهم الاماكن المخصصه لهم حسب رغبتهم. نعم، كيف شفت الجهات الداعمه والجهات المشاركه في هذا المهرجان لدعمها لهذا المهرجان؟ نحن كنا عمل فريق واحد، نعمل بروح الفريق، كنا متعاونين وصرنا اكثر من 7 سنوات نفس الشركات تقريبا، وكنا متعودين على بعض يعني متعاونين. طبعا مشاهدينا الكرام، في تقرير عندنا لتجهيزات المهرجان واليوم الاول لمهرجان الغربيه للرياضات المائيه 2015، خلونا نشوفه ونرجع بعدين نتواصل. وسط أجواء احتفالية متميزة وحضور جماهيري كبير ومشاركات قوية، انطلقت فعاليات مهرجان الغربية للرياضات المائية الذي ساهمت في رسم الفرحة والبسمة على الجميع كبار وصغار، فامتزجت المتعة والإثارة مع القوة والتحدي التي أظهرها المشاركين في المنافسات في اليوم الأول. طبعا اليوم بدا سباق التفريس، نحن مبارك للحاصلين على كل من شاركوا بامانه في هذا السباق التراثي اللي بامانه كل اماراتي يفتخر بهذا التراث العريق في دوله الامارات العربيه المتحده. نحن نقول لهم الف مبروك، واليوم متواجدين معنا في الاستديو وتشرفنا بحضورهم السيد سعيد الرميثي وعتيج المزروعي الحاصلين على المركز الاول في سباق التفريس، المبروك والناموس. الله يبارك فيك، خير وبركه ان شاء الله، وشكرا على هالاستضافه. الله يطول عمرك، واجب اليوم انتم متنومسين وهذا السباق مسافته قصيره لكن تعبها قوي. الحمد لله على كل حال. اول شيء في البدايه نحب نشكر صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل حاكم المنطقه الغربيه على رعايته مهرجان الغربيه الماي، والشكر موصول كذلك للجنه القائمه خلف المهرجان وعلى الفعاليات والنجاح، وان شاء الله نحن نشاهده من نجاح للنجاح. نعم. ونحب ان تستمر هذه المهرجانات، وهذا اللي دامكم مشاركين ان شاء الله كل سنه اكيد بتستمر، وشيوخنا الله يطول اعمارهم دائما داعمين لهذه الرياضات التراثيه والرياضات الحديثه. عتيج، لو تخبرنا عن سباق اليوم والمنافسه اللي صارت وكيف كانت اجواء السباق. والله اجواء السباق كانت تنافسيه قبل السباق، لان طال عمرك قبل الانطلاقه كانوا الافرقه كل حد طال عمرك يتدرب لحاله، وكل واحد عينه على الثاني يشوف البانوش هذا اسلج هذا البانوش امشى. فيوم اصطفينا للانطلاقه كان يعني معظم المتنافسين هذا عدال هذا، واللي نحن طال عمرك يعني كان محفزنا بعد شوي اكثر اللي حاصل على السنتين الماضيات المركز الاول كان اللي هو سافلينا اللي هو الحوت. نعم. رقم 42. 42. فكانت يعني خلاص نحن على قول التمويه المدفع، هذا اللي جاي الاول وحين انت تنافسه. فالحمد لله اول انطلاقه انطلقنا، طبعا كانوا شوي متقدمين عنا، ولكن مع يعني مراحل السباق لا الحمد لله قدرنا يعني نمسك معاهم وخلاص لا تقدمنا الحمد لله
ووصلنا المركز الاول. الكاس غالي ويبغى له جهود. اكيد اكيد طال عمرك. بيض الله ويوكم وانتم تستاهلون. لو تخبرنا عن التنافس قبل السباق. تنافس مزاباه في الميالس ووعدك في مهرجان المرفا، كيف كان التنافس قبل المهرجان؟ فعلا كان قبل السباق، قبل المهرجان يعني نحن حسينا بهذا التنافس موجود قبل السباق باسبوع، ونحن مثل ما تقول الاعصاب مشدوده. نعم. والحفوز الجماعه يعني ما قدرنا نتمالك عمارنا. نعم. وفي النهايه ما حد خاسر ابد، كلنا فايزين. نعم. الاول والاخير كلنا فايزين بالمشاركه والحضور والتواجد، وان شاء الله يعني هذا اللي نحن نطمح له. يعني الله يوفقكم والله. آمين. نحن نفتخر بالشباب اللي مثلكم في الحفاظ على هذا الموروث، موروث الاباء والاجداد، ونفتخر بروح الشباب اللي فيكم يعني اللي اليوم بامانه الكل يتعلم. اكيد انا اتعلم منكم، انا ويمكن ما عندي خلفيه في البحر، لكن ان شاء الله اني بتعلم وبخاويكم عدني يوم من الايام. والله يا مرحبا. الله يرحب بك. كل الشكر طال عمرك لشيوخنا، شيوخنا هم سبب المحافظه على هذا التراث ان كان في البحر وان كان في البر. نعم هم. نعم. لهم الفضل الاول. نعم الفضل رب العالمين طبعا، وفضل لشيوخنا الله يطول عمارهم على الدعم اللامحدود اللي يقدمونه في هذه الرياضات. طبعا نحن نشكر سعيد الرميثي وعتيج المزروعي ونقول لهم الف مبروك على هذا الانجاز في مهرجان الغربيه للرياضات المائيه. كل الشكر لكم على تواجدكم هنا. الله يحييك. نشكر قناه بينونة على استضافتنا. الله يطول عمركم. طبعا مشاهدينا الكرام متواصلين، لكن بعد هذه الوقفه خلوكم معنا. مهرجان يستقطب العديد من الزوار في إمارتنا الغالية في أبوظبي، وبالتحديد في المنطقة الغربية في مدينة المرفأ. مهرجان الغربية للرياضات المائية في يومه الأول. طبعا مشاهدينا نحن متواصلين معاكم ومتواصلين مع ضيوفنا في الاستديو، النقيب عبد الرحمن عبد الله العلي مدير فرع العلاقات العامة في مرور المنطقة الغربية. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور يا أبو حميد. الله يطول عمرك. في البداية نحن نشكرك كل الشكر على الجهود الجبارة اللي تبذلونها في هذا المهرجان، ونشكرك أنت بالذات بأمانة دائما شخص متواجد في كل المهرجانات التي تقام في المنطقة الغربية، وأيضا تلبي كل الدعوات التي تقوم بها قناة بينونة وكل النقل. جزاكم الله خير، وإحنا هذا واجبنا. طبعا هذا واجبنا اليوم إحنا كقسم مرور المنطقة الغربية، قيامنا بتنظيم حركة السير والمرور وتأمين تأمين عبور المشاة في التقاطعات وعلى خطوط عبور المشاة. نعم. سيد عبد الرحمن، اليوم تواجدكم في مهرجان المنطقة الغربية للموسم السابع، طبعا جهود جبارة تبذلونها، خبرنا عن حملات التوعية اللي تقومون بها هذه السنة. طبعا الحملات اللي قايمين فيها حاليا احنا عندنا قرار في حد المصير اللي هو كان شعار اسبوع المرور لهذا العام. نعم. في شهر مارس قرارك يحدد مصيرك لغاية 30/4 بيكون. قايمين بالتوعية كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة وكذلك المدارس. نعم. هل في برامج أخرى في المنطقة الغربية؟ في برامج نقاط توعوية، كذلك نقاط توعوية في محطات البترول، أماكن الاستراحات على الطرقات الداخلية والخارجية على الطرق الدولي مفرق الغويفات. نشكرك النقيب عبد الرحمن عبد الله العلي مدير العلاقات، مدير فرع العلاقات العامة بمرور المنطقة الغربية. كل الشكر لك على تواجدك وترانا بهالمعلومات الطيبة، والله يعطيكم الصحة إن شاء الله. الله يعافيك ويجزاكم الله خير. ونشكر قناة بينونة كونها قناة بينونة إماراتية. الله يطول عمرك. ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة للجميع في حلهم وترحالهم. الله يطول عمرك. كل الشكر للنقيب عبد الرحمن العلي.
متواصلين مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة والحصرية من مهرجان الغربية للرياضات المائية. طبعا في هذه اللحظات نرحب بضيوفنا في الاستديو السيد عبد الله العبيدلي الأمين العام للإمارات للاتحاد الإمارات للشرع والتجديف، وأيضا نرحب بسامح الصغير مدرب الكايت سيرف والتجديف الواقف. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساك الله بالنور والسرور، ويسعدنا ان نكون وياك في الامسيه هذه، ونشكر قناه بينونة على الاستضافه. الله يطول عمرك، انتم العام كنتم متواجدين وكل سنه ما شاء الله متواجدين وداعمين لهذه الرياضات التراثيه، وايضا دعمكم دائما للسباق الشرع بما انكم متخصصين في الشرع، دعمكم متواصل في كل مكان، وعندكم على ما اظن 8 جولات في دولة الإمارات تقام سنويا. نعم. لو تخبرنا عن مشاركتكم السنة في مهرجان الغربية للرياضات المائية. مهرجان الغربية يعتبر هذا يعني ختامه مسك، دائما الجولة الختامية. احنا نبتدي البرنامج من شهر 9 نفس الموسم التعليمي. نعم. مع المدارس، وننتهي تقريبا في نهاية شهر 4. وين يبتدي البرنامج؟ البرنامج يبتدي ابو ظبي ودبي، بعدين ينتقل الى اماره الشاردي راس الخيمه والفجيره، ويكون الختام في مهرجان الغربيه. ختام هذه احنا لاحظنا السنه في اقبال يعني من الجاليات حتى الانديه الخاصه، يعني وصل عدد عندنا الناشئين اللي احنا نركز على الناشئين، وصل تقريبا عندنا في حدود اجمالي المشاركين 70، وهاي مقارنه بالسنوات السابقه عدد كبير. وفي يعني في خطه كنا مع الاخ عبيد مزروع اليوم ان في السنوات القادمه ان شاء الله تكون البطوله مفتوحه، يعني نتوقع ان تشارك جاليات عربيه من دول عربيه وخليجيه، وان شاء الله بتكون عاصمه المنطقه الغربيه، نقدر نقول عنها المرفأ اذا صح التعبير بالنسبه للمصطلح البحري، لان الاجواء هنا كلها يعني مهيئه اقامه مثلا بطولات عالمية في المستقبل، يعني على المدى البعيد إذا كان أن يكون خدمات موجودة، الحمد لله موجودة، بس تكثر يكون في أكثر من مثلا فندق، وهاي أنا أتوقع أن الجو مناسب تكون مسابقات عالمية، يعني نتوقع إن شاء الله، يعني لأن معانا حكام من الإغريق، من كان معانا حكام من المغرب من إنجلترا. نعم. فكلهم أثنوا، مع أن اليوم ما في جو، بس إن شاء الله بكرة بيكون فيها. نعم أكيد. طبعا سامح الصغير ايضا كان متواجد معنا في قناه بينونة في استديو العام الماضي للموسم السادس مهرجان الغربيه للرياضات المائيه، وهو من احد الناس اللي يشجع على رياضه الكايت سيرف. اكيد اكيد. اليوم متواجدين وبدات اليوم مسابقه التجديف الواقف. التجديف اليوم احنا ابتدينا بمسابقه التجديف الواقف. نعم. كان عندنا حوالي 4 فئات. نعم. فئات المواطنين الرجال، فئات الرجال الاجانب، الولاد الأجانب الجونيور اللي هم لغاية 18 سنة. نعم. وفئة الحريم الأجانب. نعم. عملنا سباقين، عملنا سباق لونج ديستانس كان حوالي 3.5 كيلو تقريبا، وعملنا شورت وان، وعملنا واحد كان قصير. واليوم ساعدنا ان ما كانش فيه هواء، فكان بالنسبة للتهديف كان كويس ان الشباب ما كانش فيه معاكسة للريح او شيء. نعم. ولكن بكرة ان شاء الله هنبتدي في الكايت سيرف في السباق، وهنبتدي في المهارات الفرديه. نعم. وبكره متوقعين ان شاء الله من 15 ل 20 عقده، هتبتدي من اليوم حوالي الساعه 4 الفجر ان شاء الله، يعني بيكون لصالح المشاركين، لصالحنا وان شاء الله بكره يعني هتشوف فعاليات غير اليوم. نعم. نتمنى لهم التوفيق اكيد لكل المشاركين في مهرجان الغربيه، واكيد قناه بينونه بتنقل لهم هذه الاجواء المرحه بامانه والاجواء التنافسيه التي تقام هنا في مدينة المرفأ. طبعا مشاهدينا الكرام اليوم بدأ سباق التجديف الواقف، وبينونة كانت متواجدة، والتجهيزات والتسجيل كانت كاميرا بينونة متواجدة. خلونا نشوف في هذا التقرير ونرجع بعدين نتواصل. الله عندنا اسئله على المسرح.
احنا نشرف الحين على استقبال المشاركين، تسجيلهم، نعطيهم فانيلات السباق بارقامها، وعندنا فريق ما شاء الله متكامل. انا ان شاء الله بشارك يعني مشاركه تشجيعيه في سباق الكايتسن، سباق السرعه. متوقعين رياح بكره 20 عقده، وانا ان شاء الله مشارك فيها. عملنا ريجستريشن مشان السباق، وان شاء الله بعد صلاه الجمعه حيبلش اول سباق اللي هو سباق السبرنت، اللي بيصير تصفيات كذا مرحله تصفيات اللي هو مسافه قصيره. ومن بعد عندنا الساعه 5 العصر اليوم في سباق اللونج ديستنس المسافه الطويله. طبعا مشاهدينا الكرام، سباق التجديف الواقف اليوم، كاميرا برنامجنا متواجده. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع بعده نتواصل. انطلقت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الغربية للرياضات المائية في يومه الثاني سباق التجديف الواقف، وقد جاء السباق ظهرا ليتضمن أربع فئات، وهم فئة المواطنين، فئة الأجانب، الأطفال، وفئة النساء. أصبح لهذه الرياضة جمهور كبير ومشاركين من أبناء المنطقة الغربية وخارجها، حرصاً على اكتساب المهارات التي تؤهلهم للمشاركة في تلك المنافسات. وجاء ضمن المشاركين الشيخ أحمد بن حمدان النهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، كمشارك ومشجع في السباق. شاركنا بس تشجيع للشباب ما شاء الله. أكيد مشاهدينا متواصلين معاكم في هذه التغطية المباشرة والحصرية من مهرجان الغربية للرياضات المائية 2015 في موسمها السابع، ونرحب بضيوفنا في الاستديو السيد محمد الخوري، نائب رئيس لجنة الأنشطة لمصفاة الرويس. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساع. وأيضا نرحب بمحمد الحمادي، نوخذة القاربين، الحاصل على المركز الأول والثاني 13 و15. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساع. وايضا نرحب بعابد الحمادي الفائز بالمركز الاول والثاني في قوارب التجديف، وشاركوا باسم تكرير. حياك الله ويا مرحبا. يا مرحبا وسهلا فيكم. يا مرحبا. في البدايه نقول لكم الف مبروك على هذا الانجاز في مهرجان الغربيه للرياضات المائيه في سباق التجديف الواقف. خبرونا، هذه أول مشاركة لكم في مهرجان الغربية؟ لا، هاي ثاني مشاركة ولا ثالث؟ ثاني مشاركة. ثاني مشاركة. ثاني مشاركة. الحمد لله المركز العام بعد كنا في المركز الأول، الحمد لله نحافظنا على هالإنجاز، والجماعة شركة تكيل الحمد لله ما مقصرين ويانا في الوجود هذا، دعم الحمد لله ما مقصرين. نعم. اليوم مهرجان الغربية استقطب العديد من الزوار ومن المشاركين من كل أنحاء دولة الإمارات وأيضا من خارج دولة الإمارات.
لو تخبرنا الوالد محمد الحمادي انه اخذ القارب الحاصل على المركز الاول والثاني، كيف شفت المنافسه اليوم في السباق؟ والله يا طويل العمر احنا من اول اول معرض احنا شاركنا فيه، والحمد لله يبنى الاول والثاني بعد او نعم. اول سباق نعم. بعد ذلك يبنى الاول ويبنى الثالث نعم. العام السنه اللي فاتت شاركوا العيال اللي هو عابد والشباب باسم تكرير، والحمد لله جابوا كذلك الاول وجابوا الثالث نعم. السنه اللي فاتت السنه هاي الحمد لله الله وفقنا على هذا، لكن كل شيء من بذل جهد نعم. احنا من كاس مكتوم ولله الحمد ما وقفنا. طبعاً ضيوفنا اليوم مميزين في هذه الرياضات الحديثة بأمانة في مهرجان الغربية للرياضات المائية، السيد علي عبد الله المرزوقي أحد لاعبين رياضة الكايت سيرف وأيضاً التجديف الواقف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور سر. يا مرحبا الساعة. وأيضاً نرحب عبد العزيز عبد الله المرزوقي، هو أحد مدربين القوارب الحديثة للناشئين وأيضا مدرب في الكايت سيرف، مساك الله بالخير وحياك الله. الله يمسيك بالخير. في البداية نقول لك مبروك على يعني هذا الإنجاز، لكن اليوم المدربين فازوا على اللعيبة. الحمد لله هذا فضل الله والجو لها. لو تخبرنا عن هذه الرياضة، رياضة الكايت سيرف، وكيف عرفت هاي الرياضة أو كيف دخلت لهذه الرياضة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت أول شيء أشكر الشيخ حمدان بن زايد على رعاية هالمهرجان وعلى القائمين عليها. بعدين رياضة الكايت رياضة طبعا كانت قبل 10 سنين ما كانت موجودة في الدولة، كان القليل، وفضل الله ثم فضل الشيخ أحمد بن حمدان ما قصر، حاول نشرها بين المواطنين وهذا، وكان الجانب طبعا أكثر، فالحمد لله يعني نجح في نشرها للمواطنين، وصارت الرياضة هاي يعني هوس لكل لاعب. الله يوفقكم يعني. إن شاء الله وعقبال ما نشوفك في العالمية إن شاء الله. الله يسلم. علي عبد الله أيضا أحد اللاعبين في هذه الرياضات، رياضة الكايت سيرف والتجديف الواقف. يا اليوم بدأت رياضة الكايت سيرف. إيه نعم. شاركت اليوم؟ لا اليوم ما شاركت أنا. بس احب اشكر اول شيء سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد على رعايه هالحفل، ومن ثم اشكر استاذي ومدربي اللي هو اخي عبد العزيز. ونعم اللي بدا يدربني صار له سنتين على هاللعبه اللي هو الكايت سيرفس والستاند اب بدل اللي هو التجديف الواقف. نعم صار له سنتين والحمد لله دخلت من بعده على بطولات وطلع انا كذا بطوله، واشكره كل الشكر على هذا الشيء واشكر. يستاهل يستاهل. رياضة التجديف الواقف هذه رياضة طبعا انا اول مرة اسمع بها، لو تخبرنا عنها نبذة. هذه الرياضة بالبداية كانت مش منتشرة، كانت ممكن الاجانب متفوقين علينا بكل معنى الكلمة، لكن الحمد لله بجهود القائمين عليها وبجهود الشيخ احمد بن حمدان بدأت الرياضة تنتشر، وبدأت يعني أنا أخبر صديقي وهذاك يخبر وهذا يخبر، والحمد لله بدينا يعني نكون جروبات ومجموعات في هاللعبة، وبدينا بدأ القائمين على الشيء هذا يقيمون سباقات لنشر اللعبة هذه، وإحنا نطمح إن شاء الله إن يكون العدد أكبر كثير من هاللعبة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في قناة بينونة. احنا الحين في مهرجان الغربية للرياضات المائية. مستانسة يا سارة ولا؟ لا وايد مستانسة. صدق؟ شو رايك؟ عشتي دور المذيعة ولا؟ هي جربت. تستوين أصغر مذيعة في قناة بينونة؟ ان شاء الله. يعطيك العافية يا سارة. الله يعافيك.
زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية مهرجان الغربية السابع للرياضات المائية الذي يقام على كورنيش مدينة المرفا، وينظم المهرجان من قبل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشرائية واليخوت ونادي الغربية الرياضي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي. ورافق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايتسير ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وسعادة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان وعدد من المسؤولين بالمنطقة الغربية. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة إن تنظيم مهرجان الغربية للرياضات البحرية يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة من أجل النهوض بهذه المنطقة الواعدة في شتى المناحي، مؤكدا سموه حرصه على حضور فعاليات المهرجان من أجل أن يشارك شبابنا وشباب العالم المشاركون أنشطتهم وفرحتهم. وأعرب سموه عن سعادته بالحضور الجيد والمشاركة المميزة سواء من شباب الوطن أو من بلدان أخرى حول العالم، كما أشاد سموه بالتطور الذي شهده المهرجان في نسخته السابعة متمنيا المزيد من التطور في العام القادم بإذن الله. طبعا مشاهدينا نرحب بشخص عزيز وغالي عندنا ودائما متواجد في قناتكم بينونة الوالد يمعة بن حثبور الرميذي، مساك الله بالخير يا ابو محمد. الله يمسيك بالخير والعافية والرضا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحبك على فضله. في البداية نقول لكم مبروك يا اهالي المرفأ على هذا المهرجان. الله يبارك لكم ان شاء الله ويبارك لشيوخنا في حياتهم. اللهم امين. ويطولنا ان شاء الله في عمرهم وما يقصرون في دعم المهرجانات، وهم اللي يديروننا نحن. ونحن نتكلم عن المهرجان هذا أن من فضل الله وفضل شيوخنا والشيخ حمدان بالذات هو اللي
أسس هذا الشيء وشجعنا نحن على التراث وشجع الجماعة الموجودين. نعم والله يطول عمارهم ما يقصروا. اللهم آمين. طبعا زيارة الشيخ حمدان بن زايد نعم. أمس للمهرجان هذا دعم كبير بحد ذاته. أكيد طال عمرك حتى المهرجان اللي يشتغلون فيه لما شيخهم يعزهم ويوصلهم ويشوفوا المهرجان كيف عرضه بطوله يقدرون هم يتفرجون في المهرجان يتصرفون في الشغله. اليوم ها سووا كذي الاسبوع الجاي يقول لك لا نحن بنجهز بينا شيخنا وبشوف معلوماتنا وبشوف عرضنا وبشوف شو سوينا ما سوينا. تعطيهم دافع يعني. ها يعطيهم دافع. شيخ وصلته للمهرجان يعطي دافع للشعب. نعم. اللي متفرج واللي غير متفرج. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، لكن بننتقل لزميلنا عيسى المتواجد في ارجاء المهرجان واجواءه الجميله. لك الكلمه يا عيسى. شكرا لك زميلي عبد الله، وايضا امسي على الضيوف المتواجدين وياك في الاستديو. عبد الله سامحني، انا فعلا موجود في نصف المهرجان، وفي نصف المهرجان متواجد ايضا في الاكلات الشعبيه. سامحني يا عبد الله، انا بروح بدوق لي شيء من الاكلات الشعبيه وبنتخبر امهاتنا الموجودين هني شو استعداداتهم لهذا المهرجان وشو اللي قاعدين يقدمونه من اكلات شعبيه بشكل عام في هذا المهرجان. مساكم الله بالخير. مرحبا يا عمي. يسلمك حياك الله وليدي. الله يخليك. حالك عساك طيبه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يهديكم العافيه. ايش تكفى الله يسلمك. امي هذا المهرجان يعني بالنسبه لكم انتم كمتواجدين هني يعني اضافه كبيره، هل تنتظرون هذا المهرجان كل سنه؟ اي نعم وليدي ننتظره وننتظر كل سنه ان شاء الله يعني افضل وافضل الحمد لله رب العالمين. يعني مهرجان في المرفا يعني اللي يوجد عندنا الحمد لله. شو الاشياء اللي تسوينها هني من الاكلات الشعبيه امي؟ الأكلات الشعبية ومية هذا نسويها القيمات. أيوة ونسوي الخبز ويعني الخبز اللوص يعني أشياء هريس يعني هاي أكلاتنا الشعبية. زين مخرجنا من خلف الكاميرا هني في الكنترول يبغي القيمات عاد موصي على القيمات، بتعطينا أمي؟ والله ليش لا وليدي حياك الله تفضل هذا قيماتنا وودله. خلاص يمينة خلاص يمينة القيمات بتوصلك بعد شوية منطرش إن شاء الله موفق وبنعطيك القيمات. يعطيك العافية أمي. الله يخليكم إن شاء الله ما تقصرون زاكم. بتظهرون ويانا على التلفزيون؟ يعطيكم العافية. خلنا نتخبرهم هني. مرحبا الساعة أمي. مرحبا أمي. حالك؟ الحمد لله بخير والله يعطيك العافية. عساك بخير. الله يعطيك العافية أمي. الله يسلمك. الله يسلمك. أمي شو رأيك في المهرجان بشكل عام؟ أمي الله يطول عمركم وعمر الشيوخ إن شاء الله، نزين القيمات، نزين العصيد، نزين الهريس. الحمد لله حلو كل شيء الحمد لله. الهريس مش موجود خالتي. اليوم بس ما يجيب الهريس، كل يوم يجيب الهريس. نبغي نذوق هريس. العصيد، هذا العصيد مال أول خلو، يطولون يقصونه. هذا القصيدة. لا القصيد هذا مال اول، القصيد هذا يقصون اول يوم زين نخل ولا نسي هذا القصيد. ما شاء الله صراحه طيبه. اسمح لي يا عبد الله تراني قاعد اذوق عنك الاكلات الشعبيه وانت خليك هناك في الاستديو. يعطيك العافيه. من زين يا امي شو تشوفين الاجواء هني في المهرجان بشكل عام، وغير كذي شو الاشياء اللي شفتوها السنه طافت واليوم تشوفونها؟ ما شاء الله مال العام والسنه كله حلو كله ما شاء الله. يقول المهرجان في المسابقات وكل شيء حلو الحمد لله. ايه الله يطول عمركم والعصيد الهريس كل شيء ان شاء الله. يعطيك العافيه امي. الله يعافيكم ويعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. فعلا نحن مستمتعين بامانه في هذا المكان وفي الارجاء في ارجاء هذا المكان بالضبط بين الاكلات الشعبيه. صراحه الاجواء طيبه وانا قاعد اشوف نفسي في فالشاشه هناك واقول لهم ترى في عصيده يا جماعه اللي يبغى عصيده حيا الله في هالمكان. وغير كذي ايضا اقول للمشاهدين حياكم الله. المهرجان مهرجان فعلا ممتع، مهرجان اكثر من رائع. الجو اليوم ممتع وجميل على هل هو الرائع بامانه. اكيد مشاهدينا ومتابعينا متواصلين معاكم في هذه التغطيه المباشره والحصريه من قلب الحدث من مهرجان الغربية للرياضات المائية للموسم السابع 2015. طبعا نحن في ثالث أيام هذا المهرجان، ندعوكم بزيارة هذا المهرجان مهرجان الغربية.
رحب بضيوفنا في الاستديو، ضيوف مميزين، السيدة خولة الحمادي، مساك الله بالخير في البداية وحياك الله في استديو بينونة. الله يحييك ومساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساع. أيضا رحب لاعبة فريق أبو ظبي للشرع سلامة المنصوري، مساك الله بالخير يا سلامة. مساك الله بالخير. ايش حالك؟ الحمد لله. مستانس اليوم في الاجواء هذه؟ ايه وايد مستانس. وايضا نرحب باللاعبه سلامه محمد البشر، مساك الله بالخير. ايش حالك؟ بخير الحمد لله. شو رايك في اجواء مهرجان المرفا؟ حلوه. حلوه؟ شكرا. وايضا نرحب بالبطله الواعده ان شاء الله اليازي المنصوري، ايش حالك؟ ايش اخبارك؟ زين. شو رايك في مهرجان الغربيه؟ كل سنتين انت؟ طبعا مشاهدينا البنات اللي مشاركات ايضا في مهرجان الغربيه للرياضات المائيه لاعبات فريق ابو ظبي للشرع، طبعا ان شاء الله نحن نتمنى لهم التوفيق ويمثلون دولتهم الغاليه الامارات العربيه المتحده. في البدايه خوله خبرينا عن هذا التشجيع، ما شاء الله تبارك الله اليوم بنتك سلامه والبنات اللي معاها شادين حيلهم في رياضة الشرع هذه، الشرع عفوا، كيف شفتي هذه الرياضة وكيف شفتي عزوم البنت للمشاركة في هذه الرياضة؟ في البداية كان في تخوف شوي منها تدخل البحر، طبعا تروح يعني لبعيد بعيد، فحاولت اني انا ادخل معاها، دخلت خليتها، قويت قلبي انا وخليتها تروح تتوكل، بعدين حبيت اطمئن اكثر، قمت اطلع مع الكابتن في القارب، قمت اراقب اللعب كيف بيكون من بعيد، الحمد لله لين ما اطمنيت وخليت الموضوع لله الحمد لله. الحمد لله، طبعا قامت خوله بدور كبير لتشجيع بنتها سلامه على هذه الرياضه اللي يعني يمكن انا اعتبرها من خطوه شجاعه في رياضه بحريه، وبعد في مجتمعنا البنت ما لها رياضه بس تشجيع منك طيب، والحمد لله اليوم سلامه من البنات اللي مجتهدات في هذه الرياضه. خبرينا شو اللي حبيتي في هذه الرياضه، رياضه الشرع؟ كل شيء فيه حبيته، كل شيء، يعني ان انا جسمي وايد مفيد حق الهواء القوي، واليوم ما شاء الله الهواء وايد قوي يعني، وانا يعني اليوم كان احلى يوم، احسن يوم عندي اياه في الحياه، اليوم كان وايد اوكي علشان الهواء. ايه الهواء يساعد للشراب صح؟ ايه وايد يساعد. زين اول بداياتك كم كان عمرك يوم بديتي؟ كنت 12. 12 ما شاء الله. لعبت باليه قبل اظن. اوكي. صح؟ ما شاء الله، كيف غيرتي من هالهوايه لهالهوايه؟ ولد خالتي كان هنا وهم كانوا يبون بنات وشي، فبعدين قالوا لي عنها وانا دخلت وحبيت الشيء فكملت استمريت فيه وحبيته. نعم. طبعاً مشاهدينا ما زالت فقراتنا مستمرة هنا في استديو قناة بينونة في مهرجان الغربية، ونرحب بضيفنا في الاستديو عبد الرحمن الحمادي أحد أهل الخبرة في عالم السفن والقوارب والقوارب الشراعية، مساك الله بالخير وحياك الله. مساء النور. يا مرحبا، الله يبارك فيك. يا مرحبا بك. في البداية الله يعطيكم الصحة والعافية على هالجهود اللي تشاركون بها في مهرجان الغربية في الموسم السابع. الله يحفظك. كيف تشوف هذا المهرجان في موسمه السابع، تطور وزحمة عالم ومشاركين، والعام كانوا 60,000، توقعات السنة أكثر من 60,000. نعم سنة أكثر. نعم. كيف يعني تشوف هالمهرجان؟ المهرجان ما يحتاج شيق، يعني بيكون كل سنة أكثر من السنة اللي مضت وأفضل كترتيب، أفضل كثير. نعم أفضل. خبرنا يعني عن فعاليات، أشياء كثيرة غير تغيرت عن أول وايد.
نعم نعم. خبرنا عن هذه الهواية أو هذا التراث، تراث الآباء والأجداد اللي أنت بديت تتخصص فيه في خبرتك في تصليح السفن وتعديلها وترميما. نعم والله أنا يعني من يوم صغير كان أحب شغلات البحر والتراث والأشياء، يعني دوم أنا كان أركز على الشهادة وبديت والحمد لله رب العالمين مع الشباب وغيره، وقمت أمرن الشباب وأجمعهم تمرين وغيره، ومع من على حياة الشيخ زايد الله يغفر له كان مشاركين في القوارب حق الشيخ زايد اللي هو تابع لعبد الله مسعود، والحمد لله كلنا متجمعين مع بعض متكاتفين وكل بالأول يعني القوارب كلها الأول كان. نعم. طبعا مشاركاتكم مستمرة لين السنة هذه. نعم. طبعا السنة مشاركين في شو إن شاء الله؟ والله شاركنا السنة في التجديف، وأنا مشارك بعد في الإشراع في 22 حقي بروحي، ومشارك ويا إبراهيم الطاير في 60 بعد. الستين قدم. يعني فالكم التوفيق إن شاء الله وفالكم الناموس في هذا المهرجان. نحن نشكر ضيفنا في الاستديو عبد الرحمن الحمادي متخصص في إصلاح السفن على تواجده وثرانا بهالمعلومات الطيبة التراثية اللي يستفيد بها الجيل الجديد. متواصلين معاكم مشاهدينا في هذه التغطية، وأيضا أحد ضيوفنا المتواجدين اليوم معنا حافظ هاشم مدير عام فندق المرفأ، مساك الله بالخير. مرحبا أهلا بكم، إحنا سعيدين يعني وشكرا لكم للاستضافة. فندق المرفأ اليوم على خارطة دولة الإمارات. نعم. في موقع مميز. أكيد. خبرنا عن هذا الموقع وكيف تشوف الإقبال عليه من الزوار. طيب احنا في فندق المرفأ طبعا زي ما قلت انت في البدايه بقع على موقع متميز، موقع اللي هو الشاطئ خلاب، و الاقبال عليه بالنسبه للسياح يعني اقبال كبير جدا جدا، يعني في نوع من السياح بيجوا بيطلبوا بس الشاطئ، فاحنا موقعنا وكل الفندق والغرف اللي موجوده في الفندق اللي هي 114 غرفه بتطل على الشاطئ، كل الغرف بتطل على الشاطئ مع بلكونات كبيره وواسعه. نعم. فهذه ساعدت انه الزائر اللي في فندق المرفأ يعني بيجي المره الاولى والثانيه والثالثه. احنا طبعا في فندق المرفأ جهزنا خدمات بالنسبه للنزلاء والزوار على حسب فئاتهم. يعني احنا بنستقبل في فندق المرفأ بنستقبل سياح، بنستقبل شركات خاصة، بنستقبل الدوائر الحكومية، فهذه كلها إحنا عندنا لها خدمات خاصة. تكلمنا عن السياحة، السياح زي ما قلت أنت في الأول بيطلعوا دائماً على شاطئ يستجموا فيه ويكونوا يعني تحت الشمس. فإحنا الحمد لله مجهزين الشاطئ، مجهزين عندنا مسبح خارجي كبير، فده بالنسبة للسياح. نشكر الأستاذ حافظ هاشم. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، لا يسعنا لا نشكركم على حسن المتابعة، وأكيد لنا تواصل إن شاء الله باكر في لقطات متنوعة عبر قناتكم بينونو وفقرات أيضا متنوعة، ويوم الخميس إن شاء الله بنبتدي معاكم الحلقات اللايف من استديو قناة بينونو في مهرجان الغربية، ونشوفكم على خير.